يا محمد صلاح، وحشني جدا. ازاي حضرتك؟ يعني انت اللي وحشني يا نجم اخبار حضرتك ايه يا عم الشياكة. حبيبي؟ والله حضرتك اشيك واحد في الناس كلها. ربنا يخليك، يعني ربنا يخليك يا رب. يا رب تكون كويس اولا، بطمن الحمد عليك. لله يا رب، الحمد الحمد لله لله. بالشيء يا حبيبي، ربنا يسعدك. الكابتن حسام البدري بعد سنتين تقريبا من تولي المسؤولية بيرحل، بعد ما اتعادل امبارح مع الجابون. لكن السبب مش التعادل قد ما السبب النتائج عن مجمل المباريات اللي قاد فيها الفريق. شفت ازاي القرار اللي صدر النهارده صباحا؟ شوف، انا لو قلت حاجه فرديه هتهري بكره، انا كان ليه وجهه نظري. يعني الراجل ممكن يبقى اول مجموعه، ممكن بكره يبقى اول مجموعه. يعني استعجلنا شويه، ما استنيناش بقيه الترشيحات او الماتشات اللي هتتلعب، وممكن يطلع الاول. مش عايز اقول ايه، يعني كل الناس ضد واحد. انا شخصيا مش عارف ليه بيلعب وحش. السبب واضح ان الاداء وحش. اما انا بقول لحضرتك بيلعب وحش، لكن التارجت اعتقد هو اللي لغايه دلوقتي محقق. لكن لما يبقى الكل ضد واحد لازم ينسحب، وده اللي حصل. هو رفض الانسحاب. لا انا قصدي يعني اقاله، يعني انا عارف الشروط الجزائيه او الحاجات اي الماديه دي، ودي مش احنا بنتكلم في الفنيات. اه لكن تعالش ارجع ورا من سنتين، ترشيح حسام البدري كان ازاي؟ الاول حسن شحاته وايهاب مظبوط. جلال، دخل مش عارف اعتقد الوزير او حسام تليفون حسن قصه، مظبوط. وقالوا حسام حسن كان عصبي وما ينفعش، والقصه دي كلها. انا وجهه نظري الفتره دي، يعني لغايه الماتش بتاع امبارح، لازم ما يطلبش مني ان انا العب كويس واكسب، لان ظروف الدوري طويله، لعيبه مستهلكه، الراجل ما عملش ماتشات وديه، ما عندوش حتى اسبوع او 10 ايام يعمل تكتيك معين. رغم ان انا بقول لك اخطا امبارح في التشكيل، تمام. اخطا في التغييرات او اتاخر فيها كتير، ما قدرش يتعامل مع الموقف بعد الطرد. لعيبه لعبت الماتش الثاني، ما اعتقدش، يعني اعتقد ان عمر جابر ما يقدرش يخف في يومين ثلاثه. باك رايت عنده، لكن هو اجتهد في الماتش الاولاني، فلاعب باهر يمكن من ناحيه دفاعيه كويس، لكن طول السنه بيلعب سيرد باك. ايمن اشرف طول السنه بيلعب سيرد باك، وانت عندك باكين ليفت ايا كان، اذا كان مثلا فتوح مصاب انت عندك عبد الشافي. كل الانتقادات الفنية دي يا كابتن صلاح مش كفيلة بتغيير المدير الفني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وجهة نظر القائمين على اتخاذ القرار؟ انا احترم قرارهم، لان هم اكبر في المركز ويقدروا يعرفوا اكتر مننا الموقف ايه يا خطورته. ايوه. ولكن هل هم كانوا مقتنعين الاول بالجهاز ده؟ اعتقد كابتن احمد مجاد في حديثه في بعض المواقع اللي قريتها ان هو ما كانش موافق، وقال للوزير يعني هناك هو عايز عالم اجنبي من ارتياحيه. زمان بشكل واضح، عايز اجنبي. وانا بقول لك موافق تماما، زي ما بقول اهلي وزمالك اجنبي، انا بقول لازم منتخب مصر اجنبي. طيب اذا كان اجنبي يكون فنجاده ولا ايه رايك؟ والله ما يعني فنجانة موجود دلوقتي ماسك القطاع تحت، صح؟ مظبوط، ماسك اتحاد الكوره كمدير فني للاتحاد. وهو اصلا راجل اعتقد ان هو عارف كل ظاهره كبيره في مصر، تمام، حتى لو مؤقت، عشان الامور ما يعني ما تفرطش منك. يمسك دلوقتي ويجيب جهازه، ويجيب مؤقت. جهازه. بص هنا ما اتك على دي ليه؟ لان لما حسام جه ما جابش جهازه، واجبر على جهاز ايوه اللي هي المساواه بين الاهلي والزمالك، صح. ولو قعدنا فيها 50 سنه مش هننجح. خلي الراجل يختار وبعدين نتحاسب، او يختار لفتره معينه او مؤقته لغايه ما ربنا يسهل لنا وناخد اول مجموعه، وبعد كده اذا كان هيكمل او حد هيجي مكانه. اللي هو ما بين شهر 11 لمارس يكون مدير فني بقى اجنبي جه مش مؤقت. وما تقوليش كوبر والنبي. والله انا عايز اقول لكم اكلمه كوبر الايام اللي فاتت. لا ما احنا مش هنرجع بقى تاني ورا. او ليه ليه مش عايز كوبر؟ طب انا عايز اسمع رايك الاول وبعد كده اقول رايي انا كمان. ماشي. هو عجبنا في الفتره اللي كان ماسك فيها، ولا كلنا انتقدناه؟ كلنا انتقدناه، لكن وكان بيقول لك وصلنا كاس عالم. ايوه. لكن احنا لسه هنستنى بقى تاني يلعب ازاي، وهنخش في القصه هي هي. لكن انا عايز اجيب واحد بعيد عن الحب والكره، يعني
السي في بتاعته كويس، يعرف عن مصر كتير ويعرف، لان احنا اصلا لعبتنا تعتبر جاهزه يعني. احنا اقل فرقه فيها محترفين، ودي ممكن تصادفك في الاقوى اللي بعد كده. ايوه انت عندك محمد صلاح بس والنني ما جاش، عندك حجازي ما فيش، عندك مصطفى لكن عندك محمد وكده. مجموعه. ايوه عندك خلي بالك اسباب الكارثه امبارح التغييرات اللي قعدت كتير قوي 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 بعد الجون، في عدم نزول مثلا مصطفى او صلاح محسن او عبد الله السعيد او قفشه قعد كتير قوي قوي ووحش. انا ما اعرفش فين زيزو امبارح، ما اعرفش. ففي حاجات يتم انتقاد حسام البدري فيها، لكن انا يعني مش متعاطف معاه، بس بقول لك ما كانش بالسرعه دي. تمام. لكن اللي انا قريته وسمعته وكل اللي حتى الاعلام كله متفق على ان هو لازم يمشي، فاعتقد ان الامور بقت زياده عن اللزوم، ان هو الانتقادات، مفهوم فلازم حتى كان مفهوم هو ينسحب. مفهوم بس اقول لك لا، انا صح قاعد والعزل يقل يقلني. صح انا متفق معاك في النقطه دي الاخيره دي تحديدا، لانه انت في الاخر مهما كانت قدراتك ومهما كانت قدرتك على مواجهه التحديات وقدراتك الفنيه، لكن لو كل الاتجاهات واقفه ضد وجودك فمهما كانت قدراتك مش هتعرف تنجح، فالانسحاب هو الحل، بيكون الامثل حتى والكبر وان كنت جامد عليك مثلا يعني. معترض او موافق. انت ما قلتليش كبر ليه بقى وجهة نظرك انت؟ لانه كوبر الاداء، مش احنا ماشيين حسام البدري علشان الاداء ما كانش حلو، ما هو صح كان لسه ممكن، كان في احتمال يروح كاس العالم، كان في احتمال ياخد امم افريقيا، يعني كان ممكن يبقى في احتمال يبقى احسن من كوبر. صح اي نعم كوبر كان في شكل للمنتخب، شكل وحش، لكن كان في طريقه، يعني انا بدافع وبجري عند صلاح وعبد الله السعيد بيسجلوني. ايوه لكن ايوه حسام، مع كابتن حسام البدري كان الاداء وحش وما فيش اسلوب ممتع هجومي يخلينا حتى نبقى بنسجل، لكن بنسجل وبنكسب كنا يعني. صح صح بص فدي انا الفكره بقى، احنا كوبر مشي بسبب ان النتائج كانت وحشه في كاس العالم ولا ده كان وحش، فيرجع ليه؟ ليه بنرجع لورا يعني؟ لا انا بتكلم كمان على حسام، يعني احنا نحمد ربنا في الماتشين، يعني قبل ما اجيب الجون في انجولا احنا في 3 انفرادات ربك سلم. صح امبارح قبل الجون وبعد الجون على طول في انفرادات، ففي ثغرات دفاعيه موجوده، وخاصه امبارح لما لقينا الاربعه اربعه اتنين او اربعه تلاته وقفشه واحد اتنين حاجات كده، واعتقد اللعيبه ما اتمردتش علينا، الوقت ضيق. مفهوم.